السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبيبي محتاج قراءة خاصة، هتلاقوا لينك الأدمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. رسالة اليوم، رسالة اليوم حبايب قلبي بتقول لك عالج الحتة المكسورة فيك في موضوع العمل او المادة او المهنة، لان في منكم مكسور من حتة العمل، كأن ده الوقت المناسب اللي يمكنك فعل اكتر من شيء فيه، يعني تقدر تقوم بالعديد من الاشياء في حياتك في الوقت ده او في وقت واحد، ومفيش حاجة هتمنعك ما دمت انت تتعلم الكثير، فمفيش حاجة هتقدر تمنعك. ودايما ما تقولش مش هقدر. على فكرة الاشخاص اللي تشتغل على نفسها كتير في الشغل في الفترة دي او في العمل او في مشاريع جديدة او في حاجة جديدة انت فتحتها، هيحدث معاك فرق كبير، يعني في فرق هيحصل، تشير لك ملائكة القوة انك انت شخص ذكي وتتمتع بالكثير من الطاقات الإيجابية الداخلية اللي انت مش عايز تخرجها، فانت لازم انك تخرجها. الملائكة بتشير ليك في هذه الرسالة ان مفيش حاجة هتمنعك من التقدم، وانك انت شخص ذكي، وانك انت في الفترة اللي جاية هتحصل على وفرة كبيرة جدا. واضح انك اخدت صفعة كبيرة في طاقة المال قبل كده، يعني الزمن اعطاك صفعة او كرمة كبيرة في حياتك، فانت مكنتش عايز تعالج ده، مش عايز اشارك، مش عايز ادخل في حاجة، مشاعرك متقلبة في حكاية العمل والوفرة والمادة، فدلوقتي حريص قوي على نفسك. فهنا بيقولوا لك ده الوقت اللي انت لازم تضع في ذهنك ان انت قلبك منفتح لكل شيء، ويتطلب منك القيام بالعديد من الاشياء في وقت واحد، وما فيش حاجة هتمنعك. انت بتجيلك مساعدة من السماء، انت معاك عائلة روحية. على فكرة الرسالة هنا زي العائلة الروحية حواليك، عايزك تعرفهم، عايزك انك تتعرف بيهم. على فكرة عائلتك الروحية مرتبطة بيك من زمن اخر، يعني عندك عائلة روحية من زمن اخر، ويمكن في الفترة دي بتقابل ناس كتير من عائلتك الروحية، وبيرجع عليك اشخاص من الماضي كتير في الفترة دي، وفي ارتباط بينكم او في ربطة بتجمعك بحد من عائلتك الروحية، ممكن يكون شخصية عاطفية في حياتك بس في بينكم ربطة روحية، انتم من نفس العائلة او من نفس النسل. يمكن حد فيكم هنا مرتبط بنسل محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وفي هنا ربطة روحية بتجمعك بشخص من نفس نسل العائلة، يعني انت ممكن تكون من مكان وهو من مكان، بس هو من نسل سيدنا محمد وانت من نسل سيدنا محمد، يعني في هنا في منكم بتجمعكم ربطة روحية من نسل الشرفاء، والعلاقة دي هتكون مريحة جدا لحياتك في الأيام القادمة بإذن الله في اجتماع لعائلتك الروحية قريبا. رسالة كمان ليكم، العائلة الروحية هنا عايزة تقولك انك انت هتتنعم بالحياة الرائعة في الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية ممكن انك تكون عيلة او تكون اسرة محبة سعيدة كبيرة، هيكون فيها وفاء وعاطفة ووفرة كمان وانسجام باذن الله. البعض منكم في حد هنا هيكون هو متزوج وهياخد امرأة متزوجة وعندها اطفال، ويمكن هيحصل ان عائلتك هتكون كبيرة بسم الله ما شاء الله، يمكن تربوا الاطفال دي مع بعضكم، في انسجام هيحصل في عائلتك، ويمكن البعض منكم انتوا اصلا متزوجين ومعاكم اطفال، وفي زي دخول وفرة كبيرة في حياتكم، وفي تسامح في تفاهم في الفترة اللي جاية. مضمون الرسالة بيقول انكم هتكونوا في طاقة استقرار وتسامح وتفاهم ولطف بالاخرين، يعني من الاخر هتكون حياة سعيدة محبة فيها وفاء فيها عاطفة فيها كل حاجة بتلوح بالانسجام. وفي للبعض منكم هيرتبط بشخص من عائلة روحية واحدة، للبعض منكم حبيب قلبي في طاقة العمل والوفرة هنا كأن الملائكة الخاصة بالوفرة بتقول لك حان الوقت لكي تصعد وتكون القائد في حياتك،
واضح انهم بيستدعوك انك تخرج مهاراتك قدراتك على انك تكون في العمل شخص قوي جدا، وفي قدراتك الروحية كمان، كأنها لحظاتك المشمسة. يعني بيقولوا لك انتقل الى الضوء، اشعل حماسك، افعل ما هو يجعلك افضل، اعمل الحاجة اللي يراها الجميع. واضح ان الملائكة هنا بتوضح لك انك شخص عندك كاريزما معينة، عندك قبول معين في الارض، عندك شيء معين لو دخلت في اي تحدي بتلاقي الضوء. يعني من الاخر انت شخص لو مشيت في انفاق مظلمة، الملائكة بتنور لك في اخر النفق ده الضوء، كأنه بيقول لك بس امشي في الطريق ده وانت هتلاقي الضوء. كتير منكم محتاج انه يمتن، كتير منكم محتاج انه يفعل طاقة الامتنان حبيبي والشكر، علشان انتوا داخلين على طاقة روحية عالية جدا 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 في الفترة دي. رسالة كمان من الملائكة بتقول لك تمنى، ادعي، استخدم الدعاء لانك شخص ذو دعوة مستجابة. تمنى بحكمة لإظهار رغبة قلبك، وتمنى واتخذ خطوات. يعني ما تتمناش وتقعد مكانك. يعني من الاخر بيقولوا لك ادعي لكن اتخذ الخطوات وراء الدعاء ده علشان تقدر تحقق احلامك. انتوا كمان حبايب قلبي معاكم ملائكة النور بتتلقوا دعم ونور الهي. يمكن انتوا الاشخاص اللي قلت لكم قبل كده ان عمال النور ما بينفعش يكونوا في مكان مضيء، لازم بيقعوا في علاقات مظلمة كتير علشان يشافوهم. دي رسالتكم في الحياة. ويمكن للنور انه يخترق الظلام. بتعدوا بمراحل روحية قوية في الفترة دي وانتقال، وداخلين على ازدهار مادي، تعليم، تجربة جديدة، وهيتسلط الضوء عليكم في الفترة اللي جاية في مجال معين انتوا داخلين عليه. حاجة مش واضحة معاك هتوضح بإذن الله. في حاجة تخص الآخرين مش واضحة معاك هتوضح، يعني ممكن يكون اكتشاف حقائق في الفترة اللي جاية. كتير منكم الملائكة تدعوك انك تذهب للخارج، يعني حان الوقت انك تخرج تستمتع بسلام، تكون شخص طبيعي قوي اينما كنت تشعر بالانسجام. لازم انك تشعر انك في موطنك وطبيعتك الحقيقية، وانك في المكان المناسب والوقت المناسب دلوقتي. اما انتقالك من المكان، لو انت عايز انتقال هتلاقي فيه المساعدة قريبا باذن الله، بس لازم انك تحتضن المكان اللي انت فيه حاليا وتشعر بانك مبسوط او ممتن لوضعك الحالي، حتى يكشف الامر او حتى يتم استدعائك لمكان اخر او لعلاقه اخرى او لحاجه اخرى انك تكون فيها للتشافي او ليقضي الله امرا كان مفعولا. غير من نفسك، من جواك، من حياتك، من كل حاجه انت بتشوفها، حتى من عفش بيتك، من نظافه بيتك، من تهويه بيتك. نظفوا المكان، عطروه، اعملوا اي حاجه تغير من طاقه المكان، عشان ده بيجعل طاقه التغيير تبتدي معاكم حبايبي. وغيروا من نفسكم، اصل الملائكة بتدعوك انك تخرج للخارج، يعني تستمتع بالطبيعة، تكون شخص طبيعي قوي. طاقات الطبيعة تديك قوة طبيعية، ومحتاجين التجذر حبيبي. امشوا حافيين القدمين على الزرع او على مية ملحة او كده او على الرمال. معلومة ليكم حبيبي، هنا في حد بيحلم بالرملة. اذا حلمت انك بتجلس فوق الرملة او انك بتمسك رملة بيدك، فانت داخل على رزق كبير جدا فوق ما تتخيله. ورسالة ليكم انك تخلي صدرك يكون واسع في الفترة اللي جاية، لانك هتشوف حاجات كتيرة وممكن انت مش هتكون متوقعها، او هتكتشف عن اشخاص قريبين منك حاجات مش هتكون متخيلها. لو بتدور على اجابات، الإجابات تأتي في الوقت الإلهي. يعني ما تسألش، ما تحاولش إنك تدور، أصلا الصوت داخلك، الإجابة داخلك. أنتوا أشخاص روحانيين جدا، ومش محتاجين أصلا إنكم تدوروا على إجابات أو تدوروا على رسائل، لأن في جواكم قوة روحية بتديكم القدرة على إنكم تحسوا بالشيء قبل ما يحصل.
في جواكم قوة بتشكل رؤية وضعك الحالي ورؤية وضعك المستقبلي، يعني كأنكم بتجيلكم رسائل كونية، بتجيلكم رسائل متضمنة شيء من الغيب النسبي. حبيبي عندكم طاقة العارف بالله، محتاج انك تحتضن القوة اللي فيها معرفة إلهية داخلك. انت شخص قوي جدا. رسالة كمان ليكم بتقول لكم احتفلوا، فوقوا، حان الوقت للخروج تاني برضو، يعني كأن هنا الملاك عايزك تخرج تشوف طريق جديد، تعمل حاجة جديدة. ويمكن البعض منكم انت لو خرجت هيتم استدعائك من قبل شخص معين على دعوة، على العشاء، على حفلة، على اي شيء، وهيتم هنا تغيير حياتك بالدعوة دي. انا خلصت رسالة حبايب قلبي، ربكم خدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.